التقيت بناهد هلأ وقالت لي إنه نجات منا هون. وينه؟ أنا طلبت من نجات تاخد البنت وتقضيها برا. شو في؟ بعدين ليه طابب كل تيابك مسافر؟ إنه ما فهمت ليه كل هالشنط؟ آدم شو في؟ في إنك طلعتي كذابة كبيرة وكذبك حول حبي وحياتي معك وكل شي حسيته تجاهك لغلطة صرت أندم عليها. شو عم تقول أنت؟ ما عم بفهم عليك آدم، شو في؟ إذا قصدك إنه إذا حابة تبرري ما تعذبي حالك لأنك رح تضطري تكذبي. صدقيني هالمرة ما رح أقدر أتحمل كذب أكتر من يلي كذبتيه. فريد القاضي قبل ما يموت ترك تسجيل. استلمي. تيتا بدي ماما. الماما هلأ مشغولة كتير يا تيتا. بعدين قوليلي مش مبسوطة معي هون؟ نص. لا بديك تكوني مبسوطة كتير. هون في ألعاب كتير حلوة بدنا نلعب فيهم. يلا خلصي العصير والبطاطا لنروح نلعب. أوكي؟ يا ترى شو عم بيصير بالبيت هلأ؟ الله يستر. مات. مول سعيد حساب لو سمحت. شكرا. مش لازم نتصل بآدم حسام؟ أنا برأيي خلينا ننطر شوي بعد. مشغول بالي كتير عليه. آدم أعقل مني ومنك بيقدر يتحكم بأعصابه. اتركه. أو إذا بدك بعت له مسج. هذا آدم. ألو. إيه آدم وينك أنت؟ بالسيارة قريب من بيتك. بدي أقل من دقيقة بوصل لعندك. هلأ طمني شو صار معك. أنا من وقت ما تركت الشركة من عندك وبالي مشغول عليك. عم بقول لك رح صير تحت بيتك لما أشوفك بنحكي. أنت بالبيت ولا بدك كتير لتوصل؟ لا مني بالبيت بس رح أجي دغري لعندك. مسافة الطريق بكون عندك. خلص انطرني. الله معك. شو؟ ما خبرني شو صار معه بس ترك البيت. وين هو هلا؟ صار واصل لعندي على البيت. قوم خلينا نمشي. يلا. ناي الحقيقة أنا بمصيبة كتير كبيرة. شو صاير خبريني؟
لورا إذا بتريدي وقفي بكي وقولي لي شو صاير معك. اخترب بيتي أنا، اخترب بيتي. طيب خلص روقي، مسافة الطريق وبكون عندك. الله يوفقك ناي، ما تتأخري عن جد رح موت. لا لورا لا، مش هتأخر أبدا. يلا جاي. الله يستر. انت شو عم تعمل هون؟ ما عندك شغل؟ بلا عندي، بس انه قلت باخد بريك وبجي هيك بشم هوا نظيف عندك. عأساس مكتبة بطلع صخرة الروشة. نادين، في شخص رح يجي بعد ساعة من شركة جرين لايت، بليز اعطيه هذا السداء، اعتذري لي منه وقولي له اني اضطريت اظهر ضروري. صاير شي ما هيك؟ والله علمي علمك. شو في؟ من شوي ظهر مسيو آدم بنفس الطريقة، طلب مني ألغي له كل مواعيده. يعني فضيت الشركة من المدراء. شو قصدك ساري؟ قصدي إنه هيدي فرصة بركي نشرب سوا كباية نسكافيه. إلا نسكافيه ولا كابوتشينو، عشغلك بسرعة. إلي قال؟ ما تتمسكن هلا، شو عم قلك طلعك بحالك عن سطح الشركة أنا؟ ماشي الحال. دخلك؟ حكيك عمر اليوم؟ ايه تحججي بعمر بعد لتخليني عندك اكثر. برافو. قال له كنتوا عم تذكروا اسمي؟ كنا عم نحكي عن عمر تاني، شاب معتر كان يشتغل معنا بالشركه، الله يوجه له الخير. هلا هيك صارت؟ بعدني معتر وبعدني بشتغل بالشركه صدقوني. شو بدك فيه ما بتعرفه يعني؟ هلا شو اخبارك؟ الحمد لله، مريت اشوف شو عاملين انتوا جوز الليله. من الآخر إذا حاطت براسك مشروع ظهر الليلة، أنا ونادين موافقين في حال كنت عزمنا، لأنه أول الشهر بعد ما أجا وأنا ونادين فاقعينا تفليسة ما بتفهم. لي من إمتى في فرق بيني وبينكم؟ روق على الزلمة شوي، ضروري تلزق وتحرجوا بعزيمة؟ لا نادين، هيدي عزيمة فعلا. طيب شو رأيك تجي أنت ونادين تسهروا عندي بالبيت الليلة وبتجيب معك عشاء إذا كنت مصر على العزيمة؟ وهيك منسترجع ذكريات الأيام اللي كنا فيها سوا. يعني موافقة؟ أكيد موافقة. أنا كتير موافق. تماني منيح؟ لا تماني عندي مشوار كتير ضروري، بركي ما نخليها على تماني ودقيقتين؟ صح، قبل ما أنسى، آدم كان بده موظف هون من فترة، جات شي بالموضوع؟ كان تارك الشغلة عند ناي، إذا بدك لما ترجع بسألها، بس ما بظن صار شي. ليش عم تسأل؟ في حدا بعرفه وحابب ساعده. خلص أنا بشوف لك وبرد لك خبر. بعزبك؟ أنت بس تلوب. نادين بحب ذكرك إنه عمر مجوز. إيه وشو يعني؟ لا مشي هيك، بس حبيت ذكرك. ميرسي ساري. طمني. شو بني آدم؟ ما بعرفك هيك؟ امشي خلينا نطلع نحكي فوق. لحظة لجيب أغراضي. ترك لي أغراضك هلا. خلينا نطلع نحكي فوق وبرجع أنا بعدين بنزل بجيبه. قرب قرب. ليش ما دقيتني طمنتني شو صار؟ هلا بخبرك، بس خليني اقعد اخذ نفس بالاول. انا ما حبيت دق كرمال ما حدا يفكر شيء. ما حدا رح يفكر شيء لانه الحقيقه واضحه مثل الشمس. بالتحديد ما بعرف شو اللي صار بيناتهم، بس كل اللي عرفته انه تخانقوا وترك للبيت وراح يقعد عند مروان. وليش تركته يروح لعند مروان وبيت اهله موجود؟ خيو بعرفه ما رح يقبل. انت عرضت عليه وما قبل؟ لا ما شفته بعد المشكل. مروان طلب يشوفه لحاله وبيرجع بيتصل فيه بخبرني شو صار.
ايه بس مش حلو يروح ويقعد عند الغريب. حكي معه خليه يجي لهون. هيدا خيك حسام. بتعرفي أليس؟ حاسس تصرف بي اللي قابلته. وكيف برأيك لازم تتصرف؟ تتركه على عماه وتشوف الغلط بعيونك وتسكت؟ جاوبني. قولي لي مش غريب انت تكون عم تحكي هيك وصاحب المشكلة يكون بيك؟ بي الله يرحمه. ومش بقي لي بهالدنيا غيرك. إذا أنا ما خفت عليك وعلى كرامة اسم عيلتك نضيف شو بكون؟ بكون وحدة بلا قلب وبلا وفا. أوقات بحسك بتحبيني فوق العادة، أوقات بتخوفيني منك أليس. بتخاف مني أنا؟ ليش؟ مرات بلاقيكي حنون كتير مثل هلأ، ومرات بتتصرفي بطريقة غريبة بتحسسيني إنك مش سئلاني أو ضايق خلقك مني ومن عيشتك معي. حرام عليك تظلمني. يمكن أنا مني المرة اللي بتعرف دايما تعبر عن اللي جواتها، بس إذا بتفوت لجوات هالقلب ما بتلاقي غيرك، وأنت أكتر واحد بتعرف هالشي. بس عامل حالك ما معك خبر حتى تاخد اهتمام زايد مني. ولا غلطانة؟ موت فيك أنا. طب وينك يا برو؟ ليش لطعني على الطريق؟ طب يلا بسرعة. تشاو. على فكرة بكرة منذكر بعضنا إذا أخذت لها الشهادة. ماما الله يوفقك، مش ضروري الحي كله يسمع. أنا حرة، بدي سمع مين ما بدي. طب خلص لا أرجع عم نحكي. أي متى؟ وجه الضو؟ خلص ماما باي. ناطرة نطرتني إياها كلفتني بهدلة قدام الجيران. إذا أمك مش شايفتك إنك برد صرت شاب شو ذنبي أنا؟ طيب يلا مشي مشي. هلأ فرشيك لترجع. أنت تسرعت بهالقرار، وقبل ما تقلي عن التسجيل كنتوا لازم تقعدوا تتفاهموا. ما تنسى آدم إنه عندك بنت. عندي بنت ما بعرف إذا أنا بيا ولا لا. لا يا آدم، ما تخلي تفكيرك يوصل لهون. تعبين يا مروان، تعبين. بعرف، بس أنت لازم تروق وتهدى لتعرف تتصرف من دون ما تخرب بيتك يا آدم. بيتي؟ بيتي خلص اخترب، واللي صار صار. بعدكن على البر، بعد قدرين تصلحوا. أنت ولورا وبنتكن جاية، عائلة حلوة مجموعة ببيت. كل شخص بيتمنى يكون عنده مثله. أي بيت يا ناي؟ أي بيت؟ أنا اخترب بيتي. قولي شي، خبرتك كل شي مش لحتى تضلك ساكتة. بعرف حالي غلطانة، بس بليز قولي شي وما تضلك ساكتة. لشو فيي أقول من بعد اللي سمعته لورا؟ عن جد أنا مصدومة. ما بدي شي من آدم، بدي يرجع على البيت لحتى أكون خادمة لقلو لبنته. ولك حتى مستعدة نام بالمطبخ وما خليه يشوف وجهه طول ما هو بالبيت. مستعدة لأي شي بيطلبه مني، بس ما يترك ويروح. لورا روقي حبيبي روقي. ساعديني ناي، وعديني إنه رح تساعديني. وعديني ناي. مع إنك صعبتي علي كتير هالمرة، بس رح جرب. ما في تجربة، بدك تساعديني. بنتي رح تضيع ومستقبلها كله رح يضيع. ولك بشو بحلف لك انه جايه بنته. ناي انا مستعده خلي جايه تخطى على اي فحص طبي، بس ادم يرجع. روقي خلاص روقي. ماشي رح نعمل دي اني، بس حتى لو جايه طلعت بنتي هيدا مش معناتها رح سامح لورا. عم تفهم شو عم بقول مروان؟ لورا خانتني وما في سبب بالدنيا بيروقني دمي وبخليني سامحها. طيب روقي روق 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 روق. ليش أنا شو طالع بإيدي غير إني روق؟ يا آدم العصبية ما رح تفيد. بعرف إنك متضايق، بس ما في شي ما له حل. ومشكلتي ما إلها غير حل واحد. أول شي خليني أتأكد من قبوتي للبنت.
ومن بعدها يا برميها هي وإمها برا، يا بياخد البنت وبحروا قلب إمها وخلصنا. قلت لها شو ما حدا شايفها، شو فيك بحكي معك ما بترد تصير تفهم، ما بدي اشوف شيء يا عم، ما بدي. شو قصتك؟ هاي يا هلا يا هلا بالخيبر والمحمول. يلا قومي سعدي قومي. هيك هيك شو شكلها سهرتنا عمران الليل. بس قبل كل شيء بتمنى عليكم تسمعوني لانه بدي اقول شغله. طيب يلا كلنا سمع، خلينا نقعد بالاول. كل سنة مثل هاليوم كنت أبعد عن الناس وبقى في لحالي، بس السنة قررت أنه أكسر الحيط البشع وكون شخص تاني. اليوم الصبح زرت الميتم اللي ربيت فيه، وأنا هلأ معكم لأنه بدي أحتفل مع عز شخصين عقلبي بعيد ميلادي. هابي بيرثدي يا عمر، عقبال المية. ميرسي نبيل، عقبال مية يا صاحبي، وان شاء الله كل احلامك تتحقق. ميرسي حبيبي. ميرسي لإلك لانه اخترتنا نتشارك بالليل. صدقوني انتو عايز شخصين قلبي، وانت كمان غالي عقلوبنا كثير. طب خلينا نتعشى قبل ما يبرد الاكل وبعدين نحتفل. فيني اسالك سؤال بس بلا ما تعصب؟ تفضل. ليش ميا ما بتشاركنا السهرة؟ No comment. شو بيك؟ عم بيقول لك No comment، فهم بقى. صحن الكافيار بتجيبي بتحطيه هون، ولما يجي مستر عمر بتجيبي الأكل وتحطيه على الطاولة تيضل سخن، وبعدين بدي إياك تختفي ببطل بدي أشوفك، أوكي؟ أوكي مدام. روحي من اللي قلت لك عليه. لحظة، كاسات الشامبين خديهم لمعين وحطيهم بالصالون. أوكي. بعد في شوية وقت تظبط حالي. هلأ بشرفك رح تبقى هيك؟ هيك؟ كيف هيك؟ قاعد هون وبالك برا. مشغول بالي أخي. خيك منيح بس أنا مش منيحة. شو بكي؟ كان في شغل لازم قلك إياها، بس اللي صار نسينا خبرك. شو في؟ ميا عزمتنا على العشاء لعندها الليلة. حبكت يعني الليلة؟ خلاص اعتذري منها، نبقى نروح مرة تاني. ما بقدر، الليلة في مناسبة، ليلى عيد عمر وميا عملت له سوربريز، هيك يعني بيرثدي صغير وحب انه نكون. شو رايك؟ وحياتك ما الي نفس البس واطلع من البيت. واذا قلت لك كرمالي انا مش على اساس نزل دقيقه يظبط صفه السياره وقال راجع. شو عرفني ما انا قاعده معه، كون عم بلتلت مع حدا من الجيران. ليك خبرنا خبرنا عن هيدا الزلم اللي قلت له عنه. هذا يا حبيبتي من لما وعيت على الدنيا لحد ما طلعت من الميتم هو قاعد على كرسي خشب على باب الميتم. كل الولاد كانوا يكرهوه لأنه كان يعيط ويصرخ عليهم إلا أنا. كان يحبك؟ لا مش حب، بس كانت طلعاته فيه ما بعرف، كنت ارتاح لما أشوفه. بتذكر مرة لما وقعت بالملعب وغبت على الوعي، صدقيني ما بنسى لهلأ صوته ولهفته علي لما وعيت. كنت حسه أنه واحد من عائلته. واليوم لما زرت الميتم وسألت عنه قالوا لي أنه ترك، وقالوا لي أنه ابنه عمل حادث كبير وصحته مش منيحة، مشان هيك حابب ساعده. ترك القصة علي، أنا بتبع لك إياها. شرف. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
جد ما بعرف شو بدي اقول لكم. مش ناطرينك تقول شيء. نحن اهلك واصحابك. حبيبي. علي؟ ايه لولو؟ شو وين صرت حياتي؟ عن جد عن جد سوري على التأخير، بس نحن هلا رح نمشي وما بتلاقينا غير واصلين. عمر وصل ولا بعد؟ لا بعد ما وصل، بس صار واصل. انتو جربوا كونوا قبله. لا لا ان شاء الله بنوصل قبل بوقت، ما تعتليها. يلا باي. بتضل معجوقة بعمر. يلو قصدك كتير عليه. ليش عم تقولي هيك؟ حسب ما بسمع من آدم إنه شاطر بشغله وآدمي وبيستاهل كل خير. حبيبي هيدا عمر ولا شي، مية هي اللي عملته وعملت منه شي. طيب إذا هالقد مش عزوئك ليش مصرة نروح ونحن بهالظرف هيدا؟ رايحين كرمال مية؟ بعدين شو بهالظروفنا؟ لحقت تنسي شو اللي صار مع خي اليوم؟ هلأ إذا مرت خيك طلعت ما بتسوى نوقف حياتنا يعني؟ لا منكفي عادي ومننبسط وعمره ما حدا رجع. يلا دوري خلينا ناخد بإيدينا بوكي ورد أحسن نفوت إيدينا فاضيين. ولك حتى أنت ومعصب عم تروح منك التفاصيل الصغيرة، بدك ياني ما موت فيك أنا. شو جنيتي؟ كون جنيت إذا حبيت شخص ووافقت على الارتباط فيه؟ إنك تحبي شخص لا، بس تحب اثنين بنفس الوقت هيدا جنون بعينه. أنا ما بحب إلا آدم. وأنا شو؟ لا أنت لا، أنا وأنت ما في شي بيناتنا. لا أمبلا في شي، وفي شي كتير كمان. أكبر دليل على هالشي إنك أنت عندي هون بيت حالك بعيد عن عيون الناس. أنا عندك كرمال نحكي فريد. تعال احملي تليفونك واتصلي بآدم وقولي له إنك عندي وخبريه عن اللي بيني وبينك وخليه هو يحكم. وبالمرة هيك اتصلي بأمك وخبريها. قادرة تعملي هالشي؟ وحياة الله اللي عم تعمله فيي حرام حرام. وأنت اللي عم تعمليه فيه شو عادي؟ ليش المطلوب مني احس فيكي وانتي ما عم تعذبي حالك تعملي حساب لمشاعري؟ طلعي فيه لورا، طلعي بعيوني، قولي هيك بكل قلب قوي انك ما بتحبيني، انك ما بتحسي فيي. طلعي فيه وقوليها. ليش خايف يقولي؟ وما رح تتركيني. أنا وأنت رح نضل سوا، رح تضلك لعبتي المفضلة. هيدا تنازل عند كاتب العدل. حبيت اكتب لك شقة باسمك. وليه عملت هيك؟ ما انا وانت واحد. ما لا انا واحد عملت هيك. اصلا لو القصر الي وحدك كنت عملت نفس الشيء.
بكفينا انك حد وبتحبني ادم. وين كنت تركنا لحالي؟ بعدين ليه قاعد هيك؟ شو في ورا ظهرك؟ بدي اياكي تعرفي انه كل يوم بيقطع على زواجنا عم بتعلق وجن فيكي اكثر. انت منك مجنون. انت انا شو؟ انت حياتي. احسن شي اخترعه بهالدنيا هو هيدا. المهم هلا انك رايق وناسي. بس انا كيف فيني انسى اللي عملته فيه لورا؟ اطلب لي كاسه جديد. ادم نحن ظهرنا من البيت لننسى ونروش. كرمال هيك عم بقول لك اطلب لي كاسه جديد. حاضر. مساء الخير. مساء الخير، كيفك عمر؟ الحمد لله. شو كنتوا عنا؟ ونطرناك كثير بس مضطرين نمشي لانه تاخر الوقت. بونسوار اليس. هاي عمر، انا كثير زعلانه منك. والله كنت مشغول، بعدني واصل من الشغل. بعدين ما صار شيء، بنفوت بنكمل سهره. ما عليه عذرنا. ان شاء الله بنرجع نسهر مره ثانيه. عن جد مش حلو هيك. نحن مش غرب، خلص. ايام جايه. اكيد. عمر بعتذر، عم بتدخل بشي ما بيعنيني، بس ميا زعلانة، حبيت خبرك بس. زعلانة؟ ليش شو في؟ خلص فوت، هي بتخبرك. تصبح على خير. انتو من اهله، الله معك. وين المدام؟ بالأوضة. مساء الخير. كنت بالشغل وما خطر ببالي انك تكون محضرتي للي شفته برا. ليش هي وقفت على هالليلة عمر؟ خلص بشرفك. أنا تعبت كتير. تعبتي؟ من شو بدك تتعبي؟ وأنا شو عملت لحتى تتعبي؟ أنت ما عملت شي عمر. المشكلة فيي أنا مش فيك. حبيبي ليه هيك بدنا نضل؟ قولي لي شو بدك وأنا مستعد. مستعد؟ تعبت من نفس الحكي ونفس الوعود. بعدين برجع بقول لك. المشكلة مش فيك أنت. المشكلة فيي أنا. أنت ما ذنبك، ما غلطت معي بشي. طب ممكن تخبريني شو هي المشكلة؟ مشكلة؟ المشكلة هي إنه العلاقات بهالدنيا كلها كذب. عن شو بدك خبرك؟ بخبرك عن قصص الهرمونات؟ عم بكبر وإنت مش مهتم، وإني وحيدة وعم بعمل هالإشياء حتى ألفت لك نظرك وخليك تصير تهتم. أو بدك قاعد تكبر القصص ونطلق؟ عن شو بدك نحكي؟ حبيبتي ما تحكي هيك، إنت بتعرف إنه عندي هيك بالدنيا. طب خلص ما صار شي، قومي غسلي وجهك وزبطي حالك، بنفوت بنتعشى ونسهر وبترجع بس نخلص تعيديني. يلا ما بدها دراما، يلا نزيلي طولك. يلا
يلي بعد بكاء الوالد هو فريد القاضي. انا متاكده. ناي شو هالحكي هيدا؟ الزلمه توفى، كيف بده يبعث لك